حسناً، ها نحن ذا. هل أنت جاهز؟ نعم. حسناً. سيدة جايكوبس، لماذا لا أحد يريد أن يتبناني؟ أوه، لا تقل ذلك. حسناً، هناك الكثير ممن يرغبون بتبني. إذن لماذا لم يتبنوني؟ جميع أصدقائي قد تم تبنيهم. أعرف يا صغيري، وأعدك سيكون دورك المقبل، عليك أن تثق بي. حسناً، ولكن علينا أن... مرحباً أيها الصبي، لابد من أنك كيفن، مسرورة بلقائك. مسرور بك أيضاً. مرحباً، أنا جوي. أهلاً، شكراً لرعايتك. هذا من دواعي سروري. هيا سبقني إلى الداخل وسألحق بك لاحقاً. حسناً، وداعاً سيدة جايكوبس. وداعاً كيفن، ولا تنسى يا صغيري لديك رقمي، اتصل بي متى شئت. حسناً، إنه حقاً صبي مميز، أعتقد أنه سيعجبك. نعم سمعت ذلك. إذن هل هو مريض توحد؟ ليس ذلك ما أشرت له، ولكن أجل إنه كذلك. إنه فتى رائع، سبق عمره بثلاث سنوات في القراءة والكتابة، وأيضا إنه راقص مذهل. حسنا، ذلك رائع. إذن هو ينتمي إلى فئة الاحتياجات العليا، صحيح؟ أجل إنه كذلك. وهذا يعني أن تكلفته أعلى. نعم، ستحصلين على تعويض من أجل الأشياء الأساسية كالطعام والملابس وتكاليف نقله، لكنك ستحصلين على مال أكثر للوقت الزائد والانتباه والرعاية التي ستقدمينها له. جيد جدا، هذا ما أردت معرفته. هل هذا لي؟ أوه نعم. هل هناك شيك؟ لا، لا يوجد. سيتم إيداع المبلغ في حسابك خلال بضعة أيام. بضعة أيام؟ كنت أريد شراء شيء ما لكيفن. حسناً، ذلك منطقي، سأتمم الإجراءات بأقرب وقت ممكن. شكراً، من الجيد لقاؤك، طاب يومك. وأنت أيضاً طاب يومك. أنت، ما الذي تفعله هنا؟ لقد كنت أبحث عن شيء لتناوله فحسب. هل طلبت إذني؟ لا، لم أفعل. وهل تعتقد أن بإمكانك الدخول إلى هنا؟ أنا أعتذر. أعرف أننا نتعرف على بعضنا الآن، لكن سوف يكون هناك قوانين محددة يجب أن تلتزم بها إذا أردت البقاء هنا. حسناً، لكن مثل ماذا؟ كأن لا تأكل أي شيء قبل أن تستأذن. ألا يدفعون لك من أجل إطعامي؟ ما أتقاضاه ليس من شأنك أبداً. من الآن ستتناول وجبتان في اليوم. الفطور سيكون 7 صباحاً، والعشاء 7 مساءً. ماذا عن الغداء؟ ستحصل على الغداء من المدرسة محلولة. حسناً، لكنني جائع الآن، ليس مسموح أن أكل شيء؟ كلا. حاول مجدداً بعد 3 ساعات، اتفقنا؟ اتفقنا. هل يمكنك أن تلقي نظرة على المقال الذي كتبته من أجل الفصل لاحقاً؟ لو أنني أتقاضى المال حسب درجاتك لكنت قلت نعم، لكن على ما أعتقد لن أفعل. هيا سأريك غرفتك. تفضلي. شكرا، توقعت أن يكلفني 300 دولار. طاب يومك. أنت أيضا. سيدة سيلي، هل اشتريت لي هذا؟ أليس لديك ما يكفي من الملابس؟ لم يعد أي من ملابسي القديمة تليق بي منذ أن كبرت. هذا كل ما لدي من ملابسي القديمة. حسناً، ملابسك لا تشكو من شيء، إنها جيدة. هيا بنا، فلنذهب. ألا أستطيع أن أشتري شيئاً ما؟ لا أستطيع ارتداء نفس الملابس كل يوم، سيسخر مني الأطفال في المدرسة. من يهتم بذلك؟ أنا أهتم. إذن لا تهتم. هل أستطيع على الأقل أن أشتري معطف أو سترة سميكة؟ ألا تتوقف عن طلب الأشياء أبداً؟ ستحصل على قطعة من متجر الألبسة المستعملة،
شيء واحد. هل سمعتني؟ حسناً، شكراً. هي، ما أرخص سترة أو معطف لديكم في هذا المتجر؟ لا أعلم، 5 دولارات مثلاً. ألا يوجد أرخص من ذلك؟ سوف ألقي نظرة. أجل. هاي، ليس من المسموح لك أن تستخدم هاتفك. هاته. أين كنت؟ أو تباً. إنها الثالثة بالفعل. آسفة، كنت مشغولة. حاولت الاتصال بك 2 مرات لكنك لم تجيبي. هل سمعت ما قلته للتو؟ كنت مشغولة. هل أستطيع تناول بعضا من هذا؟ ألم يطعموك في المدرسة؟ لا أستطيع تناول الطعام الذي فيه مشتقات الحليب. ربما عليك أن تنسى تلك العادات، لا تملك حق الاختيار. لا أعلم لماذا لا تقومين بإطعامي، فهم يدفعون لك. لقد بدأت أتعب من كلامك ومن إجاباتك الوقحة دائما. إن لم أكن واضحة منذ البداية دعني أشرح لك. رعايتك هنا كالعمل لي، هل فهمت؟ أعتقد أنني فهم. كي يكون العمل صحيحا يجب أن يكون مربحا جدا، لا أحد يعمل أبدا ليخسر المال، أليس كذلك؟ كلا، لا يفعل أحد. أنا أحتاج أن أبقي ميزانيتك ضيقة جدا، وإلا لن تكون استثمارا جيدا لي. والآن سأعود لأشاهد برنامجي المفضل. هذا السبب الذي شغلك عن توصيلي؟ اكتفيت منك ومن أسئلتك. آسف. آسف آسف، الاعتذار ليس كافيا للتملص من المشاكل. حسنا، أنا كنت ستقولها. لدينا 11 شهرا لنعيشه معا، لا يمكنني أن أتحمل هذا الشكل. سألقنك درسا حقيقيا. أتعرف ماذا؟ كبداية يمكنك البدء بالذهاب والعودة من المدرسة مشيا. كلا، استغرقت 1/2 ساعة لأصل إلى هنا. هذا ليس سيئا، عندما كنت طفلة كنت أمشي ساعات للوصول إلى المدرسة. لا تقلق، هذا سيكون درسا جيدا، والأهم من ذلك سأوفر البنزين. كلا، من فضلك. أنا لن أغير رأيي. اذهب إلى غرفتك، لدي أشياء لأفعلها. رائع. لا 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 تفعلوا ذلك. رائع. واو كيفن، ذلك مذهل حقا. هناك بعض الأخطاء، ولكن عدا عن ذلك إنه رائع. كل على مهلك، لن يهرب الطعام منك. اسمع، تسرني رؤيتك حقا. حسنا، آسفة أن الأمور لم تكن بخير مع ساندرا. بعدما أخبرتني به جعلت رئيسي يراجع ملفها كي يزيلها من نظامنا بشكل نهائي. ما الذي سيحدث الآن؟ هل سأعود إلى الميتة؟ على الإطلاق، لدي في الواقع أخبار جيدة لك. لا أريد الذهاب إلى بيت رعاية، أفضل العودة إلى الميتم. حسناً، أنت لا تعرف ما بداخله، هيا افتح. أحدهم سيتبناني؟ أجل، لكن من؟ هذه هي المفاجأة. أتمزحين؟ شكراً جزيلاً عزيزي. شكراً لك، أنا متحمس جداً. أتعلم؟ أنا متحمسة جداً، أعني في العادة الوكالة لا تسمح لموظفيها أن يتبنوا الأطفال، ولكن عندما شرحت لهم كم أنت مميز بالنسبة لي وما مررت به منحونا استثناءً. هذا أفضل خبر سمعته، لا تعلمين كم يسعدني هذا سيدة جيكوبس. أوه.
نسيت كم أنك بارع في الرقص. أتعلم ماذا؟ نادني أمي إن كنت تريد. طبعاً. هل تمازحينني؟ سأحب ذلك طبعاً. مرحباً يا عائلة، تحتاجون شيئاً؟ ما رأيك بتناول الحلوى؟ نعم. هل لديكم أي شيء خال من الدسم؟ أجل بالطبع. أحضر لنا ما لديك فنحن هنا نحتفل. في الحال. أجل. كان كيفن سعيداً جداً لمعرفته بأنه سيتم تبنيه من قبل جوي. انتهى الأمر بجوي بمحبة كيفن وتربيته كما لو أنه ابنها. علم كيفن تماماً ما يريد أن يفعله في حياته، وقدمت جوي كل ما تستطيع لتحقق له ذلك الحلم. تزداد جودة كتابة كيفن شيئاً فشيئاً، معلموه مندهشون كما هي جوي. ومع مرور الوقت يغدو كيفن من أشهر الكتاب في الأنحاء. على الرغم من أن كيفن كان يعيش لدى جوي، لكن في النهاية يفاجئ كيفن والدته بدعوتها للعيش لديه. وفي يوم ما يصادف كيفن ساندرا. لم يكن عليك أن تشتري كل هذه الأشياء لي، ولكن شكراً لك. كما أخبرتك من قبل، ليس عليك أن تشكريني، أنت تستحقين هذا. يا إلهي، مرحباً، ألست ذلك الكاتب والمعجزة؟ أجل، إنه هو. أنت مصدر إلهام كبير. أجل، تابع تقدمك. شكراً لك. وداعاً. ما تزال حقيقة ما بلغته تدهشني، ولكنني لم أشك بك يوما. حسناً، لم يكن هذا ممكناً لولا أنت لم تقومي. كيفن. السيدة سالي، لقد مر زمن طويل. نعم بالفعل، قرأت عنك في كل مكان، تهانينا على نجاحك. شكراً لك، أقدر ذلك حقاً. بعد رحيلك لم يسمح لي أن أكون أماً راعية بعدها، لذا بدأت الأوضاع تسوء. لا، آسف لسماع ذلك. أرى أن أوضاعك جيدة الآن. في الحقيقة كلاهما من أجل أمي، لقد آمنت بي عندما لم أمتلك شيئا، لذا أريد منحها كل شيء. أوه، قلت لك إنه مميز. كرست وقتها من أجلي. يبدو أن الأمر كان استثمارا جيدا. أجل، أرى ذلك. اسمع كيفن، لقد مرت أوقات صعبة، هل تعتقد أن بإمكانك إقراضي المال؟ آسف سيدة سالي، لن تجني المال مني بعد الآن. طاب يومك. بعد كل شيء قدمته لك أنت أيها الفتى.